موجز بهم الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف وتحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية. أوضح العقيد المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق طائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية الإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها. وأكد المالك استمرار التحالف العربي بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت ثكنات عسكرية لميليشيا الحوثي في شمال الفاخر شمال الضالع. وقالت مصادر محلية أن 3 غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في الأطراف الشمالية الغربية لمنطقة باب غلق شمال شرقي مدينة الفاخر. أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية هجوما شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الأولى في جبهتي مريس وقاطبة شمال محافظة الضالع، وتكبدت خلاله ميليشيا عددا من القتلى وجرحى. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر وإحباط هجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي على بعض المواقع في جبهتي مريس وقاطبة، لافتة إلى أن الهجوم جاء بعد أن حاولت الميليشيا استعادة المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش والمقاومة، وأسفرت المعارك وفقا للمصادر عن سقوط عدد من القتلى وجرحى في صفوف الميليشيا علاوة على تدمير معدات قتالية للميليشيا. لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون في هجوم لقوات الجيش الوطني بمحافظة البيضاء، كما شنت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع تحركات الميليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة ناطع شرق المحافظة. يأتي هجوم الجيش الوطني بعد محاولة تسلل فاشل الميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني بذات الجبهة. شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية عبس شمالي محافظة حجة، واستهدفت الغارات منصات إطلاق صواريخ في منطقة بحيص ومزرعة القحوم ومزارع الجر في مديرية عبس، وأسفرت الغارات عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ باليستية ومنصة ثالثة لإطلاق صواريخ كاتيوشا، كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى تجمعات الميليشيا الحوثي الانقلابية في مزرعة الهمداني جنوب المديرية ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. نهاية الموجز، شكرا لطيب متابعتكم، إلى اللقاء بحول الله.